بعدين يوم اسود مش طالع له شمس. يا ست ست اللي قاعدة مفيش تراب جاية يا ست يا ست. ايه ده ايه ده؟ لا 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 بقى. الله 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 الله. يا ست انت يا ست. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت عفريت. مصيبة يا ريس مصيبة. مصيبة ايه يا بيوم؟ بس تعالى بس وانت هتشوف. تعالى طول بتهول كده. اول ايه بس؟ ايه في ايه؟ وريني يا سيدة دي احنا وصلنا الرصيف في ايه؟ اهو 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 اهو. ايه انا مش شايف حاجة. اهو يا ريس اهو على الكرسي. ايه ده؟ طب تعالى تعالى. طب هروح انا ابلغ البوليس يا ريس. روح وانت استغفر الله العظيم. مش هتراجع مش هتراجع. استغفر الله العظيم. مش هتراجع. استغفر الله العظيم. مش هتراجع. استغفر الله العظيم. مش هتراجع. مش هتراجع. الصاص اللي قالي كده بس الواد تعبان ومش عارفه اجيب له ادويه. اخر فلوس معايا اديتها للدكتور. ما تعرفيش ابوه ما بيردش عليا ليه؟ اخبار سي حسن ايه؟ هو ما بيردش عليا ليه خالص؟ اهي يا باشا. ها يا باشا المقتوله. ها يا باشا شيل ايدك يا جدع. انت انت يا جدع انت بتنيل ايه؟ انا نازل المحطه يا باشا. طيب واكل من الطب الشرعي لما نشوف دي ماتت مقتوله ولا ماتت طبيعيه ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي ما تبقاش ما تثبتش. احكي لنا ايه اللي حصل؟ والله ما اعرف يا سعاده البيت. بيوم اللي شغال معنا في المحطه هنا جه قال لي الحق في مصيبه على الرصيف. جيت تعرفها؟ خطيبه ابن اختي. اه طب كانت بتعمل ايه هنا دي؟ كانت مسافره راجعه من السفر معاها حد لوحدها؟ كانت بتوصل قطر عشان مسافر وانا افتكرت انها مش من ساعتها. بتوصل ابن اختك؟ ايوه يا باشا. أنا قلت تروح. يعني آخر حد شافته كان ابن أختك. طيب أنت شفتهم مع بعض؟ يعني لو قاعدة من ساعة ما مشي يمكن يكون عمل لها حاجة. لا يا باشا لا. حسن لا يمكن يزعل ورق. يروح يا باشا. روحوا من جوه. روحوا من جوه. وحسن بيه ده فين دلوقتي بقى؟ الله أعلم يا باشا. طب يلا يا ابني انت هو اعمل كردون حواليها ونشوف المول ده اخرته ايه. يا ناديه. ايوه يا ماما. ايدي مش فاضيه. انا عارفه يا بنتي ان ايدك مش فاضيه. قومي سيبي اللي في ايدك ده اعمليه بكره. ما ينفعش يا ماما. الطلبيه دي متاخره عن الناس ولازم تخلص الليله وكل شويه النور عمال يجي ويقطع. انا مش فاهمه بس انت مشيتي البنات ليه؟ هو كفر يعني يا بنتي؟ شايفه الدنيا مسحوله بره ازاي؟ خدي حطي الكسوه بتاعت اخوكي في اوضته. حبيبي يا ابني ملحقتش املي عيني منك. يا عيني عليا. لو ليا بس نص الحب والحنيه دول انما نقول ايه بقى؟ سي حسن واخد الحب كله لوحده. حسن ده حبيب امي. ربنا ما يحرمني منه يا رب. كلمتي وردي في التليفون؟ شكلها رجعت من السنتر على البيت من بره بره. يا اختي ده ايه البرد ده؟ وده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ استر يا رب.
طيب طيب بالهداوه. خير يا بيوم؟ جمعه اخويا جرى له حاجه؟ خير يا ست امينه، الريس جمعه بخير الحمد لله. امال في ايه يا عم بيوم؟ ما انت الابله ورد مالها؟ هات العوايد ثاني معلمات. ايه ايه كده يا ام حسن؟ امني عليك يا ورد يا ما تقلقيش يا ام حسن. ما تقلقش ازاي؟ معلش معليك فاحناك من النوم. لا انا مستنيك في المحطه اهو. خير يا ام حسن ان شاء الله خير. شاهد بس يا دكتور الله يبارك لك. ماشي يا ام حسن. جمعه جمعه بنت جرالها ايه؟ ابوس ايدك يا حاج. استهدي بالله يا حاج، استهدي بالله. لا اله الا الله. ابوس ايدك يا باشا، برد قلبي اشوفها بس. حاضر حاضر يا حاج. انت امها؟ انا امها. ايوه دي والده حسن حسن الظابط. حسن ايه جرى له ايه يا وراخ؟ لا مش عايزين صداع بقى، مش ناقصه. طب حسن انا شفته وهو بيركب، سافر بالسلام. هو في ايه يا خالد؟ ما تفهمنا في ايه حضره الظابط؟ خدهم على اوضتك يا حاج لغايه الدكتور ما يجي. يلا يا حاج بدل ما اخدكم على الاسم نكمل الحوار هناك. حاضر يا باشا. يلا يا امين. يلا لا مش هتنقل من هنا قبل ما اطمن على ورد واشوف. يلا بس يا شاي يا ابني، هات لي شاي. يلا يلا يا امينه. يلا بس هات لي شاي يا رب يخليك يا جمعه. ابوس ايدك يا اخويا. يلا عايز اشوف ورد. النبي يا جمعه ورد ورد. يلا يا نادي ورد. يلا يلا خير يا صالح؟ في جديد؟ كنت عايز اقول لسعادتك يعني يا ريت تراجع نفسك قبل ما توافق. تفتكر في عندي فرصة للاختيار يا صالح؟ هتخسر كتير كتير بالموافقة دي. كده خسارة وكده خسارة. ما هو لازم يكون في حل تاني لسعادتك، مش معقولة بعد كل اللي عملته. حسن الرشيدي. ايه؟ ايوه حسن الرشيدي، مفيش غيره. طمنا يا ست ام حسن. خير ان شاء الله ان شاء الله خير. يا حاج قولي لي بقى، حاجه تعرفي ايه عن ورد؟ بنتي. زي بنتك يا حاج. عارف عارف والله، عارف كمان انك ام الجدع اللي سابها مرميه كده وهج. بس انا كنت عايز اعرف علاقتكم ببعض ايه بالظبط يعني. حسن وورد متربيين مع بعض ويحبوا بعض من زمن الزمن. كان هو ضنايا ابن سبعة وهي كانت بتحبي على ايده. بتحبي على ايده؟ اه يعني انتوا جيران ولا قرايب ولا؟ معلش يا حاجه وضحي الله يبارك لك اكتر. بس جيران بس زي بنتك. عرفت يا حاجه وعهد الله. لا اله الا الله. طب هو امها فين؟ امها الله يرحمها سابتها لي وهي حته لحم حمرا خدتها في حضني. ابوها من ساعه الست صفيه ما ماتت وهو سايح في البحر. ورده كانت في حضني طول عمرها في حضني. ما خطرش على بالي انها هتسيب حضني الا الحضن حسن. حضن ربنا اوسع من حضن عبيد. ايه يا حاج؟ انت كان نفسك تطلع درويش ولا ايه؟ ما تساعدونا يا اخوانا، انتوا مش مقدرين المصيبه اللي انتوا فيها. مصيبه ايه؟ هو في مصيبه اكتر من كده؟ البت راحت والواد راح، في ايه تاني؟ لا في اكتر من كده يا حاج. ما عرفناش حسن راح فين وعمل ايه في بنتك. يا باشا ما قلنا لحضرتك مفيش حاجه من اللي حصلت. كل الحكايه ان حسن اختفى، واختفائه ده غريب جدا وبيأكد انه عامل مصيبه. سعاده الباشا حسن طول عمره بيسافر. يا
ده ما بيبيعيدش في سريره اسبوع واحد على بعضه. حسن له سنين رايح جاي على السكه. ايوه بس مش كل مره بيسيب وراه جثه. جثه؟ طب وكتاب ربنا طاهر؟ حسن ابني ما عمل حاجه يعني؟ البنت راحت وهو كمان راح؟ ما تقول له يا جمعه، قول له يا جمعه حسن ما انت بس عشان صحتك انا بتصل ليوم فيها هيجي اكيد هيجي يا اخي. يا باشا وحياه اغلى حاجه عندك تسيبها. انا عارف ان ده شغلك بس ارحم. يا ربنا يرحمنا كلنا ويغيرنا من هنا على خير. يا ترى انت فين يا حسن؟ راح على فين يا خير؟ ايه بس يا دفعه؟ هغطي وشها. ما حرام يا دفعه، حرام نسيبها مكشوفه للطال. ما تجيبلناش الكلام من الباشا يا جدع، اتكل على الله يبقى من هنا. طب الله يرضى عليك. جرى يا اخويا انت وهو واقف على النفسه تحت بيتكو تثبت افكاري منك له؟ انت جدع انت تعالى هنا. خدامك يا سعاده الباشا. الاكل فين يا ابني؟ اتفضل يا باشا. والله يا باشا والله انا كنت بغطي وشها. هو ده الاكل انت جايبه لي؟ تشتغلي هنا؟ ايوه باشا ايوه باشا شغال هنا شغال. هتستعبط؟ بقول لك شغال ايه؟ فهمت يا باشا. انا معاون الرئيس جمعه ومحسوبه يعني. وغير انك معاون الرئيس جمعه ومحسوبه؟ المنظم مش واخد باله يا باشا. تعرف ايه عن حسن رشيد؟ وعليا الحرام من ديني. لو اتكلمت زيهم لميك في الحجز. انت مش حامل بهدله يعني؟ هقول ايه يا باشا بس؟ والكعبه الشريفه والكعبه الشريفه انا ما اعرف اي حاجه. بس اقول لك حاجه يا باشا، هقول لك الباشمهندس حسن ده يبقى ابن اخت الرئيس جمعه. والصراحه يعني الحق لله هو راجل. راجل كله مرجله ما يتخيرش عن سعادتك يا باشا. لما تقولك يا روح، اخر مره شفته كانت امتى؟ كنت رايح اجيب له قيمتين، قابلته جاي هو الله يرحمها الابله ورد. في سؤال صغير يا باشا ممكن اقوله؟ ينفع الواحد يعني يموت وهو قاعد على الكرسي؟ وانت مال اهلك؟ لاحظت عليهم حاجه؟ قافشين مع بعض، متخانقين، مزعله؟ عمري ما شفتهم زي النهارده. ازاي بقى؟ قول. باشمهندس حسن كان مساهم كده وعينه طوالي. والله يرحمها بقى الابله ورد، كان ازاي اللي هتعيط؟ بس ربك والحق انا رميت عليهم السلام، ما ردوش وسحب على جوه. انا قلت يعني يمكن يكون زعلان مني. انا مالي يا ابني بحكايتك؟ ما تخلص. وبعدين؟ ولا قبلين يا باشا، رحت جبت القمتين وجيت ما لقيتهمش. لازم يكون عمل لها حاجه، يا هو يا غيره. غريبه يعني واحده بالحلاوه والرقه دي تموت كده من غير سبب. الدنيا مليانه بلاوه يا باشا، ربنا يعينك يا باشا. وانت قاوت حضرتك ايه بقى عشان تقعد تسمرني وتحكي معايا؟ امشي يا عم من قدامي. روح يا ابني لنداي اسمها ساميه ناديه دي، ناديه. حاضر يا باشا. يا رب أني ماليش غيرك، ما تردنيش يا رب وأني في بيتك. أنت جالك اللي أوحش مني وما رديتوش مكسور الخاطر. أني مش طالب من خيرك فلوس ولا قوي ولا صحي، أنا مش عايز أي حاجة.
انا عاوزك تاخد نافوخي، عاوز انسى اللي حصل لي وجرالي. يا رب انا بليز ذنب في اللي حصل، انا غلبان، يلا بقى يا ابني. لا مؤاخذه يا عم الشيخ، وانت ما شفتش حسن؟ لا يا ابني ما شفتوش بقى لمده، اصل كان مفروض يجي وما جاش، واني قال لي خايف انام لوحدي ومش عارف اعمل ايه. معلش يا ابني الغايب حكيته معاه. ترجع امتى يا حسن؟ ارجع بقى. أنا فناديا، أنا فناديا. خير يا فندم؟ شوف لنا كرسي يا ابن الأستاذ، اتفضل يا أنس. اتفضل يا أستاذ. خير يا فندم؟ أنا فناديا، أنت أستاذة متعلمة وبتفهمي. عرفت حاجة عن أخوي حسن؟ وأنا جايبك بقى عشان تكلميني عن حسن. يا فندم والله العظيم هقولك أكتر من تاني، محدش فينا يعرف مكان حسن. إزاي يعني يا أستاذة؟ رامينه كده؟ يا فندم إحنا عمرنا محتاجنا نسأل عليه، هو دايماً اللي بيسأل وبيقلق وبيطمن، إنما إحنا لأ. وأرجوك بقى أقدر اللي إحنا فيه، وعلى فكرة إحنا عاوزين نوصل له قبل منك، الله أعلم بيكون حصل له إيه هو كمان. يعني ما تعرفوش عنوان في مصر؟ تليفون؟ لما بتحتاجوا له بتعملوا إيه؟ كان بيكون هنا قبل ما نحتاج. لا يا شيخ. طب بصي بقى يا استاذه، استهدي بالله كده وفكري. فكري في اخوكي. فكري في الغلبانه دي، هي مش صاحبتك. يا فندم. يا فندم ارجوك قدر اللي احنا فيه. انا اختي ماتت واخويا مش عارفين نوصل له وتليفونه مقفول. وحضرتك كل اللي همك تقفل قضيتك وتروح. عايز تدور على حسن اتفضل. محدش منعك، بس محدش هيقولك اكتر من اللي تاني. وادور عليه فين؟ افتح المندل؟ هو لازم حد فيكم يعرف حاجه، امه واخته وخاله. بصي بقى، طول ما مفيش غيركم قدامي لا هرتاح ولا ترتاحوا غير لما تتكلموا. يا اما تشاوري على حد بقى يقول لي حاجه عن حسن. في واحد بس هو اللي ممكن يكون عارف مكانه. فاكر كده بتحمي نفسك؟ بتضحك على حالك أكتر من اللي بيضحكوا عليك كل ليلة عزوز. المكتوب مكتوب ومنهوش غروب، وساعتها محدش هيقف جنبك لأهلك ولا حبك ولا حتى حسن اللي حطك قدام نفسك وجري. يا ترى كان قصده ايه؟ قصده ينجيني فعلا؟ ولا قصده يبعدني؟
هما جمعة هما روح الناس بتوعك لو مش لازم دلوقتي غير حرق الدمي كلها شوية وصل بسرعة يجي ونفهم يلا روحهم عشان يرتاحوا ارتاحوا بتهيألي بعد اللي حصل النهاردة محدش هيرتاح يا باشا اللي حصل ده مش طبيعي خالص يا جماعة كلمة ربنا بينزلها على خلق كبيرهم وصغيرهم سبب واحد القدر ونعم بالله بس يعني ايه سبب بقى اللي حصل ده العش ورد عشية العش عشية ايه العش عش اللي خدفوه سبع سما لحظة نزل بيها لسابع أرض اللوم لا عليها ولا على حسن بالعكس الحسرة على الاتنين وقف على أعتاب لقائها في تردد سكت الصمت حتى ارتقى فراغا فسمع صوت أنفاسه كان شهيقه همسا مخيفا وزفيره كصوت الرعد رفع يده اليمنى ومدها سنتيمترات للأمام قبض في حنان كاذب وشوق قاتل على كفيها نظر في عينيها وهمس مرتعشا احنا مش لبعض بقول لك يا دكتور الله يبارك لك خلصنا بنت هتروح مني يا نادي عايز قضيه ولادي طب اكشف على الحاله الاول يا فندم ايه اكشف على الحاله الاول تكشف يا دكتور من الجثة قدامك ايه؟ يلا دكتور بقاء لله والله العظيم العوائل سليمة يا رب تجي معاك المصلحة دي هصبحك يلا بس يلا خلصنا دكتور الحق تعالى شيل الجثة دي بص بص ايه عشان ما تكشف عليها يا دكتور كشفنا يا حاج استعجل يا رب استعجل ما تاخدوهاش يلا يا ابني رد عليا يا ورد 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 يا حاجة ورد يا حاجة
كل مره ببقى رايحه قبلك فيها يا حسن بحس ان انا قلبي هيقف من الفرح، كانها اول مره بقابلك فيها. من كتر ما انت وحشني ببقى حاسه ان انا نفسي اقعد معاك على طول، املي عيني من ملامحك. حسن ايوه عليك يا حسن بجد، حد يشوفنا يا بنت؟ ما اللي يشوفنا تشوف. بعدين تعالي هنا، ايه الحلاوه دي بجد يا حسن؟ فستان عجبك؟ فستان ايه اللي على الفستان؟ انا بتكلم على لبس الفستان. اه عشان كده العيله على الامه تحت قاعده يعكسوا فيا وانا داخله. يعكسوا فيكي قوي. ايه يا حسن في ايه؟ هو انا بجد مش حلوه شبه البنات اللي بتعكس يا حسن؟ واحلى منهم كمان يا كده. بس مين المجنون اللي في اسكندريه ماريا كلها يفكر يعكسك؟ كل الناس عارفه انت تخص حسن مرسه، بس خلي حد بس يفكر يبص لك شوف هيحصل له ايه. هيحصل له ايه يا حسن؟ امه هتزعل عليه. بعدين تعالي هنا. انت ايه اللي نزلك الفستان ده يا حبيبي؟ ما انا جايه لك انت وانا رايحه لحد غريب. وبعدين بجد يا حسن بجد انت بتحبني قوي كده للدرجه دي؟ ايوه درجه النهارده غير بكره غير بعده. يا بنت انا كل يوم بحبك اكتر من البلد. ايوه يا حسن 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 خلاص يا حسن والنبي خلاص بقى الاكل هيبرد. خلاص من النبي عشان خلاص. خلينا نشوف ايه بقى عم لونا بيديك الحلو. هيعجبك قوي 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 يا حسن. ايه العمل دلوقتي يا راس رشيدي؟ ما شوف لنا حل في الموضوع اللي احنا فيه ده دلوقتي. هي بقت فردة ولا ايه يا راس رشيدي؟ المرة اللي فاتت عديتها لكم بمزاجي ولا عشان ما فيش غيركم عمال في المينا؟ جرى ايه؟ جرى يا استاذ فتحي؟ ايه ما تحاسب على كلامك؟ فردة ايه اللي بتتكلم عليها؟ احنا بنتكلموا في عرق العمال الغلابة دول. خلاص يا ريس رشيدي، الاستاذ فتحي ما غلطش وعمره ما كان عرق حد من العمال ولا رجالة. كان عمر الاستاذ فتحي قال لكم تعتقوا صندوق ولا مسمار حتى وما قبضتكوش كاش وقال لكم يبقى لكم. لا ما حصلش. طب بس 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 انت وهو يعني انت يرضيك انت يا ريس بتولي ان هو يجي كل يوم الصبح يرازينا ويدخل يقعد بعد كده في مكتب المدير يشرب الشاي في التكييف واحنا يطلع عين ابونا؟ احنا ما حدش يكلمنا بفلوس بعد كده. حق العمال الغلابه دي لازم يجي. خلاص يا ريس رشيدي خلاص. ايه ده بس كده يا ابو حسن؟ يلا بينا يا استاذ فتحي، انت كلامك هيبقى مع المدير وبس. اتفضل. ايوه يا اخويا خلي كلامه مع المدير. ما كنتش شد كده عليه يا راس رشيدي. ايوه الله ما برضه عايزين لقمه عيشنا. يعني لقمه عيش وانا بوجع قلبي عشان ايه؟ مش عشان لقمه عيشكم ديت اللي انتوا بتدوروا عليها. بالراحه. الله يعني ينفع كده يا رجاله؟ ينفع اللي هو بيقولوا الكلام ده وانا مش بتعب على لقمه عيشكم برضه ولا ايه؟ خلاص خليكم بقى اشتغلوا بالصخره. ادعي لي يا ورد السنه دي تعدي على خير. ان شاء الله هتعدي وبتقدير كبير كمان. تقدير كبير؟ ده انا السنه باخدها في ثلاثه، الشهاده من اول مره صباح الفل. انا متاكده قلبي بيقول لي كده صدق. قول يا رب. يا رب. استنى يا حسن استنى عشان الشيء. شيء ايه؟ كان هيقع يا حسن. يا باشمهندس مفيش اخبار لسه ولا ايه؟ اطمن هينجح وبتقدير كبير كمان. يسمع من بقك ربنا يا بنتي، بس انا حسابك بقى المره دي. لو راحت منك ورد هي اللي هتزعل اكتر مني. انت حر جري يا حاج، انت جاي النهارده تهدي نفوس ولا ايه؟ يا سيدي وريني جدعنتك انت. ما تقلقش، واحد صاحبي كلمني بيقول لي نتيجه الدفعه كلها زي الفل. الحمد لله يا رب. طب ما قالكش يا ابني امتى ولا ازاي؟ يومين ثلاثه بالكتير وكلنا هنبسط. هنروح عشان اوصل ورد واجيب قطعه غير الناس طالبينها مني وهروح على طول. ماشي السلامه. شوف حاجه اركبها بقى. يلا يا ورد. طيب سلام عليكم. تعالى يا عم انا بهرج، انا هسيبك تمشي انا هتصرف هنا. ماشي عارفك تموت في الترميات. هو اللي عمل لك السي في ده يا ذكرى؟ محمد البرعي. ذكرى ما يعرفش ان انت هتسألي عن كل الشغلانات اللي كاتبها هنا؟ يعني كان عمل لك مكان ولا مكانين وخلاص؟ لو النعمه يا مدام انا اشتغلت كل الشغلانات دي كلها بحق وحقيقي ما حدش كتب لي ولا كلمه. وسبتيهم ليه؟
يعني لما كنت بلاقي شغلنا احسن ورزق اكتر كنت بسيب. يعني الفلوس هي اللي تهمك لكن الشغل لا. لو زبون زعقلك واتهمك مثلا انك سرقتي هتعملي ايه؟ مش هتكلم ولا كلمه وهسيبه يقول كل اللي هو عايزه. مش هفتح بقي خالص ومش هقول حاجه خالص لغايه ما ارجع لحضرتك. طب لو ما سبتكيش بقى تعملي اي حاجه واصر على انك سرقتيه معرفش. قولي لي انا ليه اشغلك في مكان زي ده؟ فيك ايه يميزك عن غيرك؟ فيك ايه شايفة في نفسك؟ قولي لي ولو حاجة واحدة غير انك شايفة نفسك حلوة. بتعرفي تعملي ايه؟ بعرف اصبر يا مدام. حاضر يا ماما. حاضر حاضر. يا الف الف مبروك. ربنا يتقبل يا بنتي. الله يخليك. يا ناديه كده. يا ناديه عقبالك يا رب كده لما يفرح بيكي. بخلص منك الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. ما سمعينا زغروت. يا ناديه مبروك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حلو قوي يا ماما. جميل. عشان تستهلك يا عروس. سلم ايدك يا ناديه يا عقبالك. شكرا. الف الف مبروك. شاكرين يا ام حسن. ما تنسيش بقى والنبي المعاد. انسى ازاي وانا غريبه؟ ربنا يتملها على خير. اتفضل خليك انت يا ام حسن. انا هوصل. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. عقبالنا يا رب. عارفة نفسي اخدك وعدي البحر ان حتى اوريك العالم كله. ياه ده حلم حلو قوي يا حسن. يا رب يتحقق يا رب. انت احلامي بس لا كل حاجه بالهدية. ربنا يخليك ليا يا حسن ولا يحرمني منك. عامله ايه يا ذكرى؟ الحمد لله يا ام احمد. بس يالا انت وهو ذكرى. بنتي يا ذكرى. ايوه يا اما. عملتي ايه يا بنتي في مشوار؟ احكي لك لما. طيب ازيك يا خاله؟ خير. عملت ايه في مشاويرك؟ هيبقوا يكلموك. يعني لو كلموك هتعمري؟ ما كله محصل بعض. هيفرق ايه يعني؟ عادي من شهر. شين انت بس من دماغك. لا ازاي؟ ازاي يا بنت يا ذكرى؟ احنا لازم نسأله ونتقاصه ونجيبه الترترة كمان. كتر خيرك. وسع. الله انت ايه اللي موسخك كده؟ هي وسخة بوساخة. هو في ايه في حياتنا مش وسخ؟ ماشي يا بنت مرات ماشي. اللي يصبر هيهبر. بصي بقى دول عينات الجيب ودول عينات البلايز. اختاري. محسن ايه؟ مالك يا وليه مساهمة كده اهو؟ بكره يا اختي ربنا يعدلها ان شاء الله. ونعم بالله. ايام بتعدي والبنت بتدبل قصاد عيني. انا لما كنت في عمرها كان حسن اسم الله عليه على ايدي عنده 3 سنين. يا اختي زمن غير الزمن. بنتك زي القمر وفي عز شبابها وبكره ان شاء الله ربنا يبعت لها اللي يقدر ظروفها. تفتكري يا وليه؟ ايوه عليكي. طول عمري احمص لك الفول واحطها في بقك تاكليها مني لا اخد منك لحمده ولا شكرانيه. بكره تقولي شو قالت. عارفه لو ده حصل هحللك بقك بحلاوه ما عملهاش الحلواني اللي بنى مصر. مش يا اختي لما نشوف. جرايه وليه هتقعدي تلقلقي معايا؟ ما تقومي تشوفي الاكل اللي على النار. حاضر. بروطه
بنتي بنوية قوي يا اختي، قومي اتلحلحي لك شوية اعملي لك حاجة. هي بعت لك اللي يقدر ظروفك يا بنتي. وعندما عاد الملك الحكيم من رحلة هقولك وعندما عاد الملك الحكيم من رحلة الصيد الطويلة ووجد الأميرة الصغيرة عادت لها بسمتها الجميلة. بقولك ايه بقى يا شهد، انا عايزاكي تنزلي تكملي القصه دي تقريها تحت في البيت مع بقيه الواجب اللي انا اديتهولك. سيب الباب مفتوح ليه؟ يلا حبيبتي يلا، وسيبي بقيه الكراريس انا هصححها. خلاص هاتي بوسه يلا حبيبتي. تلمي لها معطيه. ها حد يدخل كده تيجي تديني الدرس بتاعي بعينك يا حسن. خلاص انا قفلت المدرسه كده، خلاص انت حر، انا اشوف حد بقى يديني درس خصوصي. طيب شوف كده هتعمل كده وشوف انا هعمل فيك ايه. هتعملي ايه يعني؟ البنت اللي انت تعرفها يا حسن هجيبها على الارض كده وامسكها من شعرها واوديها. وانا بقى تعملي فيها ايه؟ هعمل ايه يا عيني عليا؟ وانا اقدر اعمل معاك حاجه يا عبيطه؟ ما انا كده هروح منك. اقصح عليك يا حسن ما تقولش كده حتى لو بهزار بجد. طب عايزاني اقول ايه؟ عايزاك تقول ان احنا هنفضل دايما مع بعض، وحتى بعد الشر بعد الشر لو في اي حاجه وحشه حصلت هقول اكيد انا العيب مني، ما هو اكيد انا غلطت فانت اضطريت تعمل كده. هعمل ايه يعني؟ تفتكر اني ممكن ابص لحد غيرك؟ بحر اسكندريه فيها 1000 بلطية بس فيهاش غير ورده واحده وبس. بص يا حسن يا بنت بحبك يا بنت. وانا كمان قوي. هي المره الجايه هتبقى الساعه كام؟ هتبقى الساعه 7 زي دلوقتي كده. بتعطيها الحلاق تجيبه منين؟ ما قالت لك 7 خلاص روح انت، روح بكره. ها اقفلي الباب وراك. شوف يا زبيومي، طول ما انتوا بتعاملوا الحديد بالطريقة دي عمره ما هيطوعكم. ايه يا عم جمعة، امال انت عايزهم يعاملوا الحديد ازاي؟ ما هم لازم يعاملوه كده، لازم يدلوا على دماغه علشان يطوعهم. كان طوعهم من زمان ابو مخ ظلم. شوف يا بيومي، الحديد ده عامل زي النسوان، تديله على دماغه ينط في وشك ويحرن عليك، انما تعامله بحنيه يطوعك ويبقى زي الفل. يلا شوف التحويله قبل ما القطر يدخل. ماشي يا راجل. مع حصول ولا ليك عليا يمين. قاموا مكربسيننا في صندوق كده ولا تقفيصه الفراخ. من ابو قير قال لك ما انتش طالع غير في مينا نابولي. ايه مينا نابولي دي؟ رحت نابولي دي قبل كده حصول؟ عالم عجيب ما يعلم به الا خلق الخلق. قوم راح ايه؟ قوم واحد من اللي كانوا معانا ايه؟ تقولش مدسوس علينا؟ قام مزرط زرطي قاموا كابسين علينا خطر السواحل، تقولش زرطة سرينة بدل المفضوحي. وقاموا عاكشيني ها على المراكب بتاعتهم وقتك يتحق وشتايم بالطلياني ايه؟ بس احنا مش فاهمين حاجه، بس الشتيمه ما بتلزقش واحنا برضو ما سكتناش. قمنا مطرطرين في بحرهم وقاموا عاكشنا ورجعينا هنا، واديني قابلتك من غير ميعاد. اكتم بقى، اخلص خالص، ولا تحب احشيلك لسانك اللي عايز الحش ده؟ ما لاقيش معاك سيجاري؟ انا مش عايز اسمع صوتك خالص. يا رب تكون غرقت مع اللي غرق واستريحت من وشك. ولا حتى لب وزداني؟ ايه يا حصول؟ اني بستحلبك في الكلام. تستحلبني؟ اجي وبدحلبك واستحلبك في الكلام اهو نصلي بعضيني. اخلص خالص، صدعت دماغي. حبيبي يا كاني. وريني رجلك كده. صباح الورد. ما تخافش ما تخافش. لا ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه خالص، طمني ما فيهاش اي حاجه. لا ده بيتدلع بيتدلع. هاتي له بس رباط ضاغط وهو هيبقى كويس ان شاء الله، مش محتاج اكتر تجيبي له رباط من بعض. ايوه يا حبيبتي ازاي؟ تعالى يا حبيبي الف سلام عليك. صباح الخير. صباح الخير. تعالى براحتك براحتك. استنى استنى شوف استنى شوف استنى شوف. ايه يا كابتن؟ انت عرفت منين اني كابتن؟ انت عصبي من دي. طلعت في مركز ايه؟ هجوم. هجوم يعني كده وكده والحركات دي بتجيب جوان؟ ايوه طبعا. هو رغر الكوره يا دكتور هي اللي جايبه لنا الكافيه. مش مشكله. هتخرمي. مش مشكله. ولا هجيب لك غيرها. انت هنا. انت اسمك ايه؟ حازم. حازم. طب اسمع يا عم حازم، بعد الاشعه
اسبوع تعدي عليا واجيب لك واحده احلى من دي. يلا تعالى معايا. يلا على شعر. تعالى هنا. الف سلامه يا حبيبي. خدي يا امي. تعال اسند علي اسند علي. مش عارفه اشيل لك كوره ولا يلا لك لازمه ولا اعمل ايه بالظبط. بسم الله ما فيش حاجه ما فيش حاجه. يلا دايما تعبني وتكلمني. اهلا اهلا اكرم بيك. اهلا معليك. لو كنت اتاخرت على كده كنت هبتدي اقلق واقول انك مش جاي. معقوله معليك؟ ازاي تقول الكلام ده؟ في حد برضه ممكن يتاخر عن يوم فرحه؟ شكلك كده يبقى نويت. خدي بالك يا هانم انا جبته النهارده لتكريمه كرجل صناعه مش اكتر، لكن بقى لو عينه زاغت كده ولا كده انا مش مسؤول. انا مش اكرم يؤمر بس وانا اخطب له. حياتي يا بختك يا اكرم بيه يا بختك. بعد اذن معليك. تفضل تفضل يا هاني. تفضل. راجل مبالغ فيه يعني. هو دايما بيضحك على اي حاجه كده انت بتقولها. هو انا لسه قلت حاجه؟ هاي عادل. ازيك يا نور؟ ازيك يا عادل؟ اكرم ايه بقالك يومين يعني مختفي وقافل تليفوناتك؟ لا عادل بريح شويه. بتريح؟ حضور الكرام، لم تفخر وزارة الصناعة يوما بتكريم واحدا من رجالها كما تفخر اليوم. هو كما تعرفونه واحدا من الرجال الذين نهضوا بالصناعة المصرية على أكتاف شابة فتية، هي المستقبل الحقيقي لهذا البلد، السيد أكرم البدري. اهلا اكرم بيك. معليك. اهلا اهلا. مساء الخير معالي الوزير، السادة الحضور. طبعا أنا سعيد جدا لوجودي ما بينكم النهارده. متشكر معالي الوزير على هذا الإطراء بوصف شخصي المتواضع بوصف ضخم زي ده. حقيقي في الكام سنة اللي فاتوا واللي كانت وزارة الصناعة تحت قيادة معاليك، شهدنا جميعا بتغيرات كبرى في السياسات وتطورات أكبر في تنفيذها. كان من أهمها على الإطلاق صناعة الفساد الإداري في أسوأ صوره. تراخيص لأشخاص بعينهم طبعاً علشان ينهضوا بالصناعة، تخصيص أصول لمصانع أجنبية والمصانع المصرية مش لاقية تاكل، ده غير بقى سمسرة العقود، إلى جانب طبعاً إنجاز معاليك الأكبر وهو تخطي الحد الأدنى للرشوة، حاجز المليون جنيه داخل وزارتك. بفضلك يا معالي الوزير كوادر كتيرة قوي في الوزارة بقوا بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، بقوا من أصحاب الأراضي وأصحاب العمارات والشاليهات وكله متسجل. الأسامي كلها متسجلة عندي معاليك. فأنا بعتذر بشدة، مش هقدر أقبل تكريم معاليك لشخص المتواضع عشان ما يشرفنيش. عن إذنكم. تعالوا يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور امشير. دكتور امشير فضل الترابيزه. قاعد هناك. شكرا. ازيك يا دكتور؟ اهلا. انا عديت على المستشفى قالوا ان حضرتك بتقعد هنا على طول. نعم. أنا جاي بخصوص الحاجة أمينة والدتي.
فاكرها؟ اه خد يا شيخ. ربنا يخليك ما بتشربش. خير. معلش الحاجه لسه تعبانه والكحه مبهدلاها والاقراص مش عامله معاها اي حاجه ومش عارفه تنام. مين اللي قال لك ان الاقراص بتخف؟ نعم؟ مفيش حد عنده حساسيه بيخف من الكحه. قول ترمس. طب لو في دواء مستورد ممكن يريحها مفيش مشكله نجيبه لها. مستورد؟ انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي حسن. بص يا حسن يا ابني مفيش دواء بيخفف. يعني ايه؟ عمرك سالت نفسك ليه الاقراص بتبقى ملونه؟ مش احمر واخضر واصفر، مهرجان الوان عشان بتدعو للامل والتفاؤل، وهي تجاره في تجاره بيضحكوا على العيان ويفهموا انها تخففه وهو بيضحك على نفسه كله بيضحك على كله. سلام ازيك؟ ده يا سيدي الدكتور علي زميلي في المستشفى، لو رحت مره ما لقيتنيش هو يقوم بالواجب. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. معلش يا دكتور ما تكتب لها على قرصين وهم، يعني اتنين اخضر على اتنين ازرق بس غطر من الازرق عشان الحاجه بتخاف من الحسد. حاضر يا سيدي. الدواء ده قرصين كل 12 ساعة. قرصين كل 12 ساعة، مش هيعمل حاجة برضه ها؟ نعم. تمام، متشكر يا دكتور. سلام عليكم. النهارده الشركة بتاعنا بيقدم لكم فقرات كتير حلوة وجميلة، أما الآن فنقدم لكم نجم الكوميديا الرخيصة صاحب الإفيه السافل عزوز. انتوا فين؟ السلام عليكم. ازيكم؟ ايه يا حاج؟ في نايمه ولا ايه؟ اصحي كده صحصحي، لسه قدامنا يوم طويل. ايه يا حاج؟ ايه الكرش ده؟ انت واكل كتير ولا ايه؟ بمناسبة الكرش، بيقول لك مرة واحد بكرش، جبل واحد بكرش، قال له معاك كرش؟ قال له ما افتكرش. أنا طول الطريق سايبك لتليفوناتك، ممكن أفهم إيه اللي أنت عملته ده؟ مش مهم يا حبيبي تفهمي أصلاً، ده تلاقي الوزير شخصياً مش فاهم إيه اللي حصل. وليه أصلاً ده يحصل؟ أنت ما شفتش الناس كانت بتبص لي إزاي؟ لا، لو على الناس بتهيألي عينيها كانت مشغولة بحد تاني، خطفت الأنظار أنت بالكلمتين اللي قلتهم دول. يعني هو الموضوع مجرد كاموفلاج؟ أنا لو أعرف إن الموضوع كده ما كنتش جيت معاك أصلاً. يا جماعة فين مارو؟ معقولة أكون جيت له مخصوص وما شافوش ولا إيه؟ مارو دفنت لينا من بدري. طب قومي اطمني عليه ولا شوفي هتعملي إيه؟ يلا. ما خبيش عليك يا أكرم، مراتك عندها حق. أنا نفسي ابتديت أخاف منك. مشكلتك الأزلية يا عادل هي الخوف. بس لو بدأت تخاف مني فده كويس. أنا ابتديت أخاف منك على نفسك. في الأول كنت أكرم اللي بيفكر ألف مرة قبل ما ياخدوا خطوة واحدة لقدام. دلوقتي بيدوس الأول وبعدها بتيجي. وبعدها الكل بيفكر في اللي عمله وبيتسقف له وهو المطلوب. وده طبعًا مش متوقع منك خالص إنك تفهمه. لأنك لسه زي ما أنت بتفكر في إمبارح. فكر في بكرة يا عادل. وشوف تأثير اللي حصل النهاردة على الكبير قبل الصغير. الصفة ازاي ده بتلخبط الحسابات يا اكرم؟ حبيبي احنا ما بنلعبش حساب، احنا بنلعب سياسة. والسياسة ليها قواعد. والكل قاعدة استثناء. لسه بدري عليك قوي يا عادل، عبال ما تفهم. ده لو
عاوز تفهم. بيتي شويه تلج. يا نادي هاتي الزيتون من عندك من جوه. ايوه جاي اهو. اسلم ايدك يا حاج. انا حرام اشطب شويه المواعين في الحوض. يا اختي حوشي كل الاول المواعين بعدين ولا حتى بكره. هيخلصوا هوا يا ام حسن. اسم الله عليك العلوبه. وهو ملوش نفس ولا ايه؟ هو مين يا حاج؟ هو مين يا حاج؟ انت هتستهبلي ولا ايه؟ اخوكي جمعه. لا اله الا الله، انت عايز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، اصل يعني بقول ان حسن اكيد رايح له. اعملي له اكل، الراجل قاعد لوحده. هو اللي جايبه لروحه، ما هو قاعد نايم مخفوص على عمره في المحطه وعامل زي المجازين. جرايه يا وليه؟ ما تعملي له اكل؟ سيدنا محمد رسول الله، عوض عليا عوض الصابرين يا رب. لا قول لي يا دكتور، هو النهارده كام في الشهر؟ 8 8 8 يعني انا بقالي سنتين وثمان شهور وثلاث ايام معاكم في المستشفى. يعني انا مش جديد. الله. هات الشرب مش كده، ما تبقاش غشيم وتضحك عليا العيال. بص تعمل ايه كده؟ تسال ايه بقى السؤال ده؟ بساله عشان اقول لك اني مش دكتور جديد معاكم في المستشفى زي ما كنت بتقول الراجل كان معاك من شويه. انت كم مره تقول هسيب الطب وبعدين ترجع في كلامك؟ كتير. حلو. انا بقى في كل مره بتقول لي هتسيب فيها الطب بعتبرك جديد. يا علي ما حدش متردد زيك كده يقدر يقضي عمره كله في حاجه واحده. لازم تعرف انت عايز ايه. أنا مش عارف أنا عايز إيه، بس ممكن أكون متأكد من اللي أنا مش عايزه. مش فاهم حاجة يا دوك. إحنا بنتعامل مع أسرار الحياة والموت جنب بعض، شغلانة صعبة. ساعات كتيرة لما بفكر وأزهق وأقول أنا عايز أسيب مهنة الطب دي، برجع وأقول وأسيبها ليه؟ أنا هلاقي أجواء زي دي فين؟ فبقرر أكمل. أجواء يا علي؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام الفارغ ده؟ الطب ده مجرد تسكين لألم ما بيقفش. مهنة مزيفة. تقنعك بالشفاء. مع إن الموت واقف لك في كل لحظة عمال يبص عليك. الشفاء الحقيقة علي هو الشفاء من الموت. وده ما بيحصلش. فاهم حاجة؟ لله يا شيخة، ده الواد محر قلبه بتدوسي على لأ ليه؟ حرام عليكي. بالحضن يابا وحشتيني. خضتني جاتك 60 نيلة. الحمد لله على سلامة عبد الموت يا حاج. والله الود ودي كنت ضربت نار حلاوة رجوعه. يا أخويا كنت تضرب النار فيه هو وريحوني من كنت الجوز. طب بالسلامة أنت عم عيد وسلمني على أبوها العمدة. ده أنا جايب لك صفوف أجدع من البرشام بتدولي البهايم هناك، اتكل أنت على الله. ما صدقتش لما دوار العوم دي اتصل بيه وقال ان بسلامتك شرفت. رحت في ايه ورجعت في ايه يا ابني الموكوسه؟ بقى دي مقابله تقابلها لي برضك ياما. ده بدل ما تاخديني بالحضن وتهشكيني، ده العوم ده اللي اسمه العوم ده بعت لي عم عيد يستقبلني في المركز. يستقبلك والله يضمنك يا خايب. وراجع لي ايد ورا وايد قدام. لا ايد ورا وايد في حديد. خش تخر ياما قاعدين جنبك. والنعمه بركه انك ما رحتش لاخوك، كان زمانك فقرت وجبت في ديلك وانت راجع. النصيب بقى ياما هنعمل ايه؟ لو انت الصادق ده النصيبي اللي قاعد لي في رجلي العمر كله. انت طبخه لب وزداني؟ ما تديله نعم يا اختي، انت رخره حرام عليكي بقى. بيومي. ايوه عم جمعه. خد امسك السيجاره دي وعايزك تصحصح كده لان الاسباني داخل. يا ابني ما نعدمها، اطمن كله تمام. انا صح. انا حطيت الكبسوله على الشريط. عيب يا ريس، كله تمام، اطمن يا ريس. الله يامن يا ابن الكلب. معذبه معاك انت يا خدوبه.
والله هو اللي معذبنا يا حسن. ازيك؟ تعال تعال خش جوه. عامل ايه؟ تمام. اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك. ماشي انا قاعد هنا. طيب يا مساء النكت البايخه كده برضو يا حسن. يا ابني مفيش فايده. نكت ايه بصوتك ده؟ انا هكلمك عم سعد يشغلك مع الاسود احسن. تصدق ان انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا؟ يا عم خلاص برك معاك، ما تزعلش. انت فين؟ لسه مخلص اهو وتعبان وعايز انام. هروح. لا استنى، انا قدامي نص كده وهكلمك، ما تروحش. استناني. يلا سلام. ماشي، مع السلامه. وادي الشاي يا سيدي. تسلم ايديك يا خير. يلا يا حاج ناكل بقى مع بعض لقمه كده. لا لا انا شبعان. كل انت يعني ايه؟ انا اجيب كل الفاكهه دي عشان اقعدك لوحدي؟ يا عم كل انا اقعد معاك وهو النسا. ونسني؟ طب لما انت لسه فاكر الونس ما تروح تقعد في بيتك بدل ما انت قاعد هنا لوحدك كده. يا ابو علي، امك موصيك تقول الكلمتين دول ولا ايه؟ اه. طب اقول لك على حاجه، ما تيجي تعيش عندنا وبالمره صالحك انت وامي على بعض. اه امك خلاص كبرت وبقت عامله زي القطر، لما بتتخلق ما بتشوفش قدامها. بس والله العظيم خال طيبه قوي. لا يا راجل. طيبه؟ طب انت ده مين اختي؟ انت فاكر ان انا مش عارفها ولا ايه؟ المهم سيبك من امين دلوقتي، قول لي انت عامل ايه مع وقت؟ والله زي الفل. مسين ناخد الشهاده واظبط في شغلانه ونتجوز على طول. تتجوزوا فين بقى؟ في شقتها؟ شقتها؟ ليه؟ هتتجوز لؤي؟ خلاص يا عم اللي مش لؤي ما تتحميش قوي كده. الله، ما الحكايه في بعضيها من زمان، وحد كان فرقكم عن بعضيكم وامركم؟ صحيح. المهم ابوك عامل ايه الاخر؟ مبسوط. شايف الدنيا كلها متعلقه على طرف الشهاده، عايز نخلع من المينا باي شكل. ما تريحه يا حسن. ما انا هريحه. هو كمان شايف لي كام شغلانه ومكلم لي ناس كتير. بس عايز اسالك سؤال بقى. تفتكر بعد ما اخد الشهاده في حاجه هتتغير؟ طبعا لا. انا كلام الناس العاقلين. الله يرحمك يا ابا. يا بنتي حنون. الو. مساء الفل على احلى زوزه في بر اسكندريه وضواحيها. انت نمتي ولا ايه يا بنت؟ نمت ايه يا اختي؟ انا صاحيه من كتر النوم. هو انا ورايا حاجه؟ هيبقى وراكي. انت قصدك ايه يا بنت؟ قصدي انك اتقبلتي وهتشتغلي معايا من بكره. اتقبلت؟ والمرسب والعباس انت بتتكلمي جد؟ وجد الجد يا بنت، زي ما بنقول لك كده. المدام قالت لي اكلمك عشان تيجي تستلمي الشغل من بكره. اوعي يا بنت تكوني في المرقعه عليا. والمرسب والعباس زي ما بنقول لك كده. اختي اتقبلت ازاي؟ ده انا بعد ما قابلتها وقلت دي مش هشوف وشي تاني ولا يمكن تشغلني. فشر. لا يمكن في عينك يا بت، ده انا برضه حنونه والاجر على الله. وانت بتستقلي بيا ولا ايه؟ طب والنعمه؟ والنعمه لا تطول رقبتك يا بت. سلام يا حبيبتي. سلام. مع السلامه. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بعافي. لما سمعت حسن بيتكلم مع شوق على السلم حسيت ان انا روحي راحت مني. كل حاجه كانت بتعملها شوق مرت في دماغي زي الفيلم. لهفتها لما حسن بيتاخر في مصر، سؤالها عليه كل شويه، لزقتها في البيت لما حسن بيبقى معانا، المشاوير اللي بتخترعها عشان حسن يعملها لها. كل حاجة عملتها شوق فجأة بقت مفهومة قدامي. كل حاجة عملها حسن فجأة برضو بقت سؤال. ليه حسن؟
مكوى. ده انت ليلتك سودة، بتفتح المكواجي بالفستان ده يا بت؟ اه يعني ايه يعني شكلي حلو ولا يعني؟ لا حلو بس ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش ليه يعني؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني طبعا، بس يعني شايفنهم حظ حبتين. يعني انا يا حسن ما استاهلش اسمع منك يعني كلمه حلوه؟ يا بت وانا بقصر معاكي طول الوقت بقول لك كلام حلو. بس بقول لك ايه، الفستان ده ما تخرجش بيه حتى لو هتيجي عندنا، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر. ما قلنا كده من الاول. صح صح بلاش بلاش. ايه رايك في دي؟ ايه ده؟ ده حلو قوي يا ورده. اوعى تكوني جبتيها من الفلوس اللي محوشاها. اخص عليك يا حسن، اوعى تقول كده. انا ست بيت شاطره قوي، انا جبتها من المصروف اللي انت بتديهولي كل يوم. ماشي خدي بقى لبسيها لي. تعالي يا وسحه. مسالك يا حسن. انا مش عارفه اعملها. تعالى الناحيه العكس كده. يا ورد يا ورد، تعالي شوفي ناديه. لا يا بنت اللي مش عبادك فوق كده. انا مش عارف ايه اللي فاهم اللي معاها ده. انزلي يا بنت. تعالي شوفي بنت ناديه عامله ايه. حاضر حاضر يا ماما جايه. يا حضرة العمدة ابنك عين من المستي فندي. السلام عليكم. صباحو. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل يا لميع. صباح الفل يا عم. صباح الفل. ايه متأخر ولا ايه؟ والله ما بقى اتفرق قطر يتاخر ولا يجي في ميعاده. المهم اللي احنا مستنيين ونكون جاي في الوقت. صباحو. صباحو حسن. ايه ما جاش لسه؟ اللي هو ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ القطر اجت على القطر يا حسن. الدنيا كلها متاخره بالك ده يا حسن. الدنيا دي عامله زي القطر، شريط لازم تمشي لغاية آخره عشان توصل في معادك. حبيت بقى تعمل بورم ولا حدق وتغير طريقك ما ينفعش، لأنه ساعتها بقى لازم حد يساعدك، حد يعمل لك تحويلة يقفل لك مزلقان. إنما تاخد في وشك وتجري كده هتدوس على الناس وتأذي غيرك. طول كلام غريب أنت، بس عارف المشكلة في أخانا إن كل كلامك صح. ما هو الصح ده حسن اللي مصبر خالك. بس فضك انت بقى من الكلام ده وقول لي اخبار النتيجه ايه. حد كلمك؟ انا جاي لك عشان كده. الراجل اسمه عايز يكلمني وطمني. ده الكلب ومستخسر فيا فرحه يا عم. انت هتعمل لي زي ابويا من ساعه ما قلت له رجليه مش طايله الارض، هيموت من الفرح. وانت ابو علي مش فرحان يا انت؟ اه فرحان بس لسه كنترول مش اكيد يعني. كنترول ده ايه؟ وكنترول هزار؟ ولا انت واد مش مال ايدك من اللي اسمه عزت ده ولا يكون بيخبي عليه؟ هو يخبي عليا ليه؟ انا من ساعه ما دخلت الجامعه باخد السنه في سنتين، والسنه اللي بسقط فيها بيديها لي في وشي على طول. حسن تصدق حسن ومبسوط قوي. بعدين يا خاله مش مقصر معاه في حاجه.
اي صيانه اللانش بتاعه بعملها له، اي حد عايز حاجه من طرفه اعملها له من غير ولا مليم لله كده كله. يعني انت افضلك عليه اهو. اه كلها مصالح وسلمها بعضيها. الله ما دام مصالح بقى استبشر خير. الله حقك، والمكتوب هنشوفه يعني هنشوفه. السندوتش ده عاملاه امينه؟ وانا هجيبه منين يعني في الامينه؟ بتاع فلوس ابوك على الجبنه. المحل هنا من احسن محلات الملابس. زي ما انت شايفه كده. فيلا. وزبايني من إليت المجتمع، يعني الكلام معاهم بحساب. ويا ريت تعرفي هم عايزين ايه وتحاولي تشغلي مخك. فاهمه؟ ايوه فاهمه يا مدام. انت اخر مره استحميتي فيها انت امبارح الصبح. امبارح. يا ريت بعد كده يبقى كل يوم عشان ريحتك تبقى حلوه. وترش بيرفيوم بس هادي عشان الزباين ما تتخنقش. لدت كتير مع الزباين ما بحبش، يعني تقول الكلام الصح في الوقت الصح. نيفر سي نو مهما كان طلب الزبون، حتى لو ما كانش عندنا تخلقي له البديل واتبعه له. معلش يا مدام لا مؤاخذة، يعني هو يعني مفيش حد هيعلمني يعني عشان انا عايزه افهم يعني. ما تقلقيش هتتعلمي واحده واحده. مش انت برضو قلتي ان انت عايزه تتعلمي؟ ولا ده كان كلامه بس؟ لا كلام ايه يا مدام؟ ان شاء الله هتعلم كل حاجه وهشرفك. انا متعوده اسال عن كل بنت كانت بتشتغل هنا عندي، وخصوصا في اخر مكان اشتغلت فيه. بس انت ما سالتش عنه عشان قلتي لي جمله حمستني ليكي. يا ريت تبقى صح. بعون الله ما خيبش ظن، بعون الله. أنا هعمل كل اللي في طاقتي هنا عشان المكان. غيري تسريحة شعرك. شوفي البنات بيعملوا إيه واعملي زيهم. وبعدين يا عبد المواطن؟ ولا قابلين يا رجالة. هناك الحساب بالساعة، الساعة تضوء تمد إيدك تاخد فلوسك، توتو على كبوتو. أيوه صح، الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. شوفوا المتخلف اللي جاي من 100 سنه، 5 جنيه ايه يا جعر؟ النهارده الساعه ب 20 و30 يورو، يعني تضرب في 9 10 جنيه، تعرفوا تضربوا ولا اضرب لكم؟ يا سيد يا بدوي، دي تخمه فلوس يا اولاد. ايوه بس دي ما كانتش مع اي حد. اني كان ليا معامله خاصه. الخواجه بلوتش اللي انا كنت شغال عنده كان بيعزني زي عينيه. ما فاتش كام يوم كده على وصولي، لكن ربك بقى بيولف القلوب على بعضيها. ايتها شيء تلزمه للمكان كان مسؤوليتي، يعني اكل، شرب، كوبايات، مكرونات، بتنجان قلايط كنت لازم اوجده له. كان يديني الباكو من هنا وما يسالنيش عن الباقي. برنس والله برنس. كان يقول لي هلال عليك الباقي يا عبد المعطي. ايوه اللغه تلاقيني سهل كده تهرشها من اول قعده. امال ايه اللي جابك لما العيشه عنب كده؟ ايه؟ الحرام كان ناس يا بسيوني. حرام يحكف الله الشهر. الوليه مراته والبت بنته. فاكرين البت وداد الغزيه؟ ايوه اللي كانت بتيجي المولد مع بنته. ايوه اللي كانت شبه ناديه الجندي كده. ايوه ايه شعر ايه وجسم ايه، كانت نفس القطعيه بالظبط. كانوا قطرني في الرايحه والجايه، واحده تقف لي في ملابس حمراء ملتهبه. ايوه والثانيه تقف لي في اوضاع ساخنه. يا ابويا يا ابويا ملتهبه برضه. مش عايز. وطول ما انا رايح جاي بوس بوس بوس. ما تبص قدامك يا ولد، ما كانش فيه خشي لما كرهوني في البوس، وبعدين راحوا قافشين على بعض. انا قلت حرام. حرام البوس؟ لا حرام الوليه تخسر بنته. قلت لها بقول لك ايه، يا اما البوس ده يكون اخوي يا اما هقول لجوزك. جامت هي يا كسبه، جيت وبلغت غفر السواحل مش كده يا ابو لمعه؟ ايوه كان ليها خل في شرطه المسطحات هو اللي عكشني. ده ما تصدقوش يا رجاله، ده كان معكوش عكشة حرام زرايب قبل ما يروح ايطاليا ولا يشم ريحتها حتى. امال ايه اللي بوس بوس والوليه وبتهي وهلال عليك يا عبد المعطي والنعمه تلاقي بتوع خفر السواحل هم اللي كانوا بيبسوه. بس يا ظريف منك ليه؟ جابكم القرف ما تكونش غير في المقلسي. اوعي اوعي اقول لك انا مش حمرا ساخيني. اربط عم حماده. ابو علي يا سيك تعالى انزل، مش هينفع قاعد عندي شغل. الكسندر لازم تطلع يا جدع. انزل حط زيت حماده.
حبيبي. وحشنا ابو علي. ابو علي يا اكبر، النهارده اسمي الباشمهندس حسن، النتيجه طلع في الكنترول يا علي. اه عشان كده ابوك عامل لك فرح بره، بس اللي عمله كوم واجب معاكم تاني يا صاحبي. تعيش يا صاحبي. والله انت تستاهل كل خير يا ابو علي، بس انا نفسي بقى تنقل من شغلانه المكنجيه دي لاستاف المهندسين. هات شغله المكنجيه هي الاصل، مفيش مهندس يجي لمينا غير لما اصغر مكنجي هو اللي يعلمه الشغلانه الصح. بقول لك ايه، في واحد حبيبي شغال في شركه اوفر سيزر، ايه رايك نكلمه لك تتعين تشتغل لك سنتين ثلاثه تعمل لك شويه فلوس حلوين، ولا يا عم تهج على اوروبا زي ما العيال البحريه بيعملوا؟ اوفر سيزر ايه واوروبا مين؟ ايوه، واسيب البحر واسكندريه دي كلها لمين؟ انا حسن نورس على قد ما يلف ويطير وسط المراكب لازم يرجع ويحط على الشط تاني، ولو ساب الشط هيموت يالا. قوم عشان اشوف ابويا. يلا. شربات النورس يا رجاله، شربات النورس. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا رجالة، الله يبارك فيكم، مبروك يا رشيدي، ألف مبروك لحسن. الله يبارك فيك عم تولي. أمال فين النورس يعني؟ مش تلاقي هنا ولا هنا، زمانه جاي دلوقتي. أنا أبو الباشمهندس. أه نورس، ألف مبروك يا نورس، الله يبارك فيكم يا رجالة، مبروك ابو علي، اخيرا بقيت باشمهندس في الدنيا. كنترول. الله، ما دام حد من جوه طمنك يا جدع يبقى خلاص اطمن. كله على الله. الله، بص ابوك. مبروك يا ريس. ايه يا ريس رشيدي كل ده؟ عارف الفرح في نفسه. وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا هنعمل احلى فرح في المينا. بقول لك ناولني يا علا. ورينا رشيدي. ايوه زي زمان بقى. سمعوني احلى مزيكا. قلبي بيتقطع كل مرة باجي فيها مشوار زي ده يا ورد. يا لهوي، أنا كل شوية أقعد أقلق فيكي. وبعدين إيه المكان ده؟ ماله المكان ده زي الفل، في إيه؟ بقول لك إيه، أنا هعرفك على الراجل ده وأمشي على طول عشان عندي معاد معاك. لا إيه الندالة دي؟ لا طبعًا. وأنا مالي مش حشرني بينك وأنتوا الاتنين هتعرفوا إن شاء الله عشان تتجوزوا، أنا مالي بقى؟ طب هو عنده كام سنة؟ 30 سنة، ما اتجوزش قبل كده. شقة في سكن الشباب 75 متر، والباقي انت هتعرفيه. يلا. طب هو عارف ان هو عارف كل حاجة؟ والله العظيم عارف كل حاجة وحكي له على كل حاجة. مالك يا بنت مسمتحة كده ليه؟ مش شايفة البنات عاملين ازاي يا ورد وانا لبسي قديم ازاي؟ ماله لبسك؟ انت زي القمر. وبعدين ايه اللي عاجبك فيها؟ دي شبه الرجالة في شعرها ده، انت بقى زي القمر وانا عاملة لك شعرك. يلا بقى ربنا يخليكي. يلا افردي وشك كده واضحكي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ محمود. ناديه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا اتفضلوا. واقفين ليه؟ اتفضل. معلش بقى انا هستاذنك عشان عندي ميعاد. بس طب خليكي معانا شويه ورد، اقعدي معانا شويه. معلش بقى مره ثانيه. على طول كده. شرفنا بيك. شكرا. شكلك بتحبيها قوي على فكره. ورد دي زي اختي. ربنا يخليكوا لبعض. كانت قالت لي انك معاكي دبلوم تجاره حاجه زي كده. فعلا معايا دبلوم تجاره، بس الحقيقه انا لا عمري حبيتها ولا فكرت اشتغل بيها. ليه؟ يعني تقدر تقول ان بحب التطريز والخياطه اكتر. انا حتى المفصلة الهدوم دي بجد ذوقك حلو قوي على فكره، ولايق عليك يعني، غير مختلف غير لبس كل البنات الالوان الكتير اللي بيلبسوها دي. معلش سوري، انا طلبت قهوه قبل ما تيجي. تحبي تشربي ايه؟ ممكن اشرب شاي. اوكي. انت عايز اعرف انت سحباني ورايحه على فين كده؟ تعالى مش قاعد معاكي في حته. تعالى بقى والنبي تعالى اسمع الكلام بقى. بسرعه يا حسن. بسرعه يا مجنونه انت. من هنا. انت بنت واخداني على فين؟ تعالى بس.
كده كده بس خلي بالك ايه؟ هننزل تحت؟ انزل انت الاول حاسب يلا على ما بعدين كده كده اه انزل طفاني يا ورد يلا اقعد اقعد فين؟ هنا يعني انت جايبالي المشوار ده كله عشان تقعديني هنا؟ تعالى بس تعالى بس يا حسن والنبي بالراحة عليا انا دايما باجي هنا اقعد لوحدي تيجي هنا لوحدك؟ تيجي لوحدك تعملي هنا يا بنت؟ ما تخافش الله بالراحة عيني عليك يا حسن اقعد اقعد بس اقعد وانا هحكي لك بص يا سيدي انا دايما باجي هنا واقعد ادعي لك واقول يا رب ترجع لي بالسلام وكمان ايام امتحاناتك كنت باجي هنا واقول يا رب تنجح يا رب والماده اللي تخلص منها ما ترجعش تذاكرها تاني ابدا يا حسن اذا كان كده ماشي كده يبقى سر وبادع مش قلت لك سر وبادع ماشي استني انت بتعملي ايه؟ انت نسيت ان انا معاكي ولا ايه يا بت؟ خدي امسكي لا قولي الاول اللي انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في حسن؟ نفسك في ابو علي؟ انا اقول لك نفسي في ايه؟ نفسي بنت ورد اجيب لك احلى بيت في اسكندريه كلها ارجع كل يوم من الشغل تعبان تعملي اكل بايدك الحلوين دول ينسوني تعب اليوم كله بعد ما ناكل نقعد في البلكونه نشرب شاي البلكونه دي لازم تبقى بتبص على البحر تقعدي بقى تحكي لي ايه اللي حصل النهارده ولاد رشيد يكسر لك ايه في البيت رشيدي مين رشيدي مين رشيدي ابننا يا بت يا لهوي انت هتسميه رشيدي امال اسميه سوسو حرام عليك يا حسن ده عيل صغير ما يستحملش ايه المشكله يا بت ما ابويا كان اسمه رشيد وهو صغير وكبر بقى اسمه رشيد برده مفيش حاجه خلاص يا حسن اللي تشوفه يلا ايه انت بقى قولي نفسك في ايه استني انت رايحه فين يا بنت بقى براحتك احنا صارفين جري يا عم البحر يا عم اهدى خلاص انا قلت كل اللي انا نفسي فيه نفسك في ايه بقى نفسي تفضل معايا على طول يا حسن بس كده هاتي بقى عندنا الواجب ده بحر ايه الجني ده هيفضل معايا ليه يا حسن؟ عشان الأغنية دي اللي حققتك مش الراحة أنا عارف إن البنات بتحب الشوكولاتة فأنا قررت أجيب معايا واحدة وأنا جاي والله لو البنت اللي هو أنت طبعا طلعت لطيفة هديها لها اتفضلي طب ولو كانت طلعت مش لطيفة كنت أنا أولى طبعا يعني هو هيبقى موت وخراب ديار اتفضلي شكرا أنت عارف أنا بحب الشوكولاتة بس الدكتور منعني يعني على فكره هو مش قاعده يعني مش في كل الحالات بيبقى مضر في حالات مضره وحالات عادي مش ازمه يعني بس انا هتلاقيني خبره في موضوع امراض القلب ده بالذات هو انت كمان لا لا مش انا مامتي كده وخالاتي الاثنين كده وبنت خالي الصغيره برضو يعني زي ما تقولي مرض القلب ده وراثه في عائلتنا خصوصا البنات كمان ربنا يشفيه فمن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عادي مش حاجه كبيره يعني زي دور البرد كده عمري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها اي مشاكل اه بس يعني في ناس عندهم مشاكل يعني انا مثلا ممنوع عني المجهود زياده يعني ما ينفعش يكون عندي اولاد ما ينفعش يكون عندك اولاد ليه بتقول عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالات وانا حالتي ما ينفعش معايا هو طبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجه زي دي وعلى فكره الاطفال مش عند كل الناس حاجه مهمه يعني في ناس بتفرق مع الاطفال ناس ما بتفرقش هو ناس وناس زي حالات وحالات بس هو انا بالنسبه لي موضوع الخلفه ده مهم هو انت طبعا انسانه كويسه واكيد ربنا شايلك حاجه احسن انت انسانه جميله وكويسه هو وامه وقطعت انا كمان خليتك تنزلي عشان تقابليه ما كانش قصدي معلش يا طنان
حقك عليا. تعالي يا ورد. هديها برد عشان ابو كرش الزمن وجايه طلع. ما قلتلوش ليه يا ورد؟ والله يسوق عليا. وبعدين انا كنت فاكره يعني انه هيقدر ويفهم. هو ما فهمش يا ورد، ما فهمش. لا اول مره دي ايه؟ ده بقى عيلته كلها عيانين زيي. جاي متفصل ومتطرز جاهز يا ورد. وبرضه ما فهمش. انا ليه ما تعملي كده في نفسك؟ حقك عليا، انا اسفه. انا مش زعلانه منك يا ورد. ومش زعلانه منه. أنا زعلانة من الدنيا وأنا زعلانة من كل حاجة ماليش يد فيها ومش عارفة أغيرها. تفتكري بقى هلاقي اللي يجي يغيرها علشان؟ أكيد طبعاً، أكيد صدقيني. 100 مرة قبل كده قلتي لي أكيد وما بيحصلش. 101 هيحصل. وممكن لأ. كفاية بقى كده يا ورا. كفاية قلة قيمة. أنا من النهاردة مش قابل غير البني آدم اللي يتمناني ويعوزني بكل ظروفي. يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حد ويحبني. من ساعة ما وقعت على الدنيا وانا شايفاك انتي وحسن ما بحسدكوش والله يا ورد، بس انا نفسي ابقى زيكم. نفسي عيني تلمع زي عينك لما بتشوفيه. نفسي قلبي يدق زي قلبك لما بتسمعي اسمه. ده صعب؟ لا لا مش صعب صدقيني، وهيحصل هيحصل ان شاء الله. ارتحتي يا امينه؟ قعدت تزن عليها لحد ما نزلت وراحت مش كده؟ نبي يا حسن ابوس ايدك اخوي. لو امك غاليه عندك وطي حسك احسن، ابوك لو سيبها هيعمل لنا حكايه. احسن خليه بقى يسمع ويوم يكسر البيت علينا كلنا كده برضو. يا حسن اخص عليك يا امينه. ما انت اللي ما بتسمعيش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس انا ام، انا وليا يا حسن، وبحس بالولايه اكتر من اي حد. ناديه يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكم بقى، ناديه صعبانه عليا قوي. يعني هي مش صعبانه عليا؟ تفتكر ان انا مبسوط ان انا شايفها قدام عينيا كده مش عارف اعمل لها حاجه، مش عارف حتى افرحها عشان خايف تروح مننا؟ نفرح بعد ما بعد كده المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت. بعد الشر عليها، ما تقولش على اختك كده، ان شاء الله هتعيش. يا ستي وانا اللي بقول للدكاتره اللي بتقول، وانا بقى مش مستعده اجرب في اختي. عمر بيد الله يا حسن. انت ما بتشوفش يا ضنايا نظره الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكه فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطه وحد يقول لها عقبالك يا عروسه. تقطع قلبي يا حسن، نفسي اشوف الفرحه في عينيها يا ابني. وانا نفسي تفضل عايشه، مش مستني اللحظه اللي اشوفها بتموت قدام عيني. انت كده تبقى اناني يا حسن. انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا ام حسن سيبها تعيش، خلينا نفرح، خليها هي كمان تفرح. ماشي يا ام حسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لا مؤاخذه حاج صاحبات، تعالي هنا ما تخافيش. إيه؟ انت عارفه ايده الشمال غبيه. اه عارفه. واحد بيرا يا سايكو. انا يا دكتور علي. ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور عظام، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخني الوجع، مش قادر احرك صوابع رجله، وام المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره ممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعاملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب
طب اشرب البيره. مش عايز بيره. سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد متردد. مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز. امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا الدكتور علي راح الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب. كلها صدفه بصدفه يا دكتور. فهمت؟ طب اشرب البيره. اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا. ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحه الباشا النهارده؟ تمام ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك بنتعلم. واضح لانك تقلت العيار على الراجل اول مره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك. وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا. أدينا رحمناه من سجن الحكومة ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد إيه يا أكرم؟ أنت صدقت نفسك ولا إيه؟ وكلنا عارفين إن الراجل كان شايف شغله كويس لولا إنه غبي مش أكتر. ما هو ده بقى مصير الأغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا أكرم إن شاء الله. ونبي عمرو بيه قول للباشا أكرم البدري في خدمتك دايما. مع ألف سلامة. مع السلامة. وفضل اي حد يجي يمسح على راسي. حسنه سهل اصلا انا يتيم. ابويا وامي ماتوا من زمان. عشت زي الغريب في بيوت قرايبي. شهر في بيت ده واسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركة وثواب. خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك. الأكل بحساب والنوم بحساب حتى الكلام بحساب. وكانوا كلهم أكبر مني. كان يبقى نفسي أتكلم أقول أي حاجة أسمع صوت لأي حد. كانت كانت بتعدي علي أيام بحس إن صوتي متسلسل من كتر السكوت. لغاية عرفت طريق الورقة والقلم وبقيت أكتب وأحكي وأقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك واليوم ده ما يجيش هتعود نفسك إنه مالكش بيت. تمام بابي ليزو ليرا. تعالى يا حبيب قلبي. اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it on Photoshop. You did it with Photoshop? واو حبيب قلبي بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا مشفتش مامي قبل كده بتولع كاندلز
دي نانا احنا بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش، بس ما بعرف ان نانا مزعلانه مني. قولي يا مارو، بتحس بايه لما بتبص لنانا كده وبتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا وتكلمني، بس انا مشوفهاش. بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصوره معانا؟ بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي، شاطر، اعمل واحده تانيه، يلا. النهارده ثانويه ماما، وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعه. يا ترى ناوية تيجي معانا النهارده ولا زي كل سنه؟ ما انت عارف يا اكرم اني مشغوله وعندي مواعيد النهارده في الروتر. الله، مالك يا بت؟ بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلك بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ اه طبعا زي ابوك الله يرحمه. الف رحمه ونور تنزل عليه. لينا ابو كريم. ايه يا اخت عقلك؟ في حد راضي يا حسن؟ حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه، انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. انا دي انت مش عارفه ايه، انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمته. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ الله يصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت. حاسه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طيبتك وحنيتك يا بنتي. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريسك، ده لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان راجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. انا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايف من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن.
خلاص؟ أكيد. حكي بقى. حاجة عشان نازل عندي مشاوير. لا 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 الله. محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي. أنا آسفة والنبي يا أستاذ وهبي، والله أنا حاولت أكتر من مرة بس أعمل إيه؟ أنا أول يوم سألتك قلتي لي إنك متمكنة، وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثة، والنهاردة رابع يوم، أنا مضطر لفصلك من الشغل. أنا آسفة والنبي. إيه يا أستاذ وهبي في إيه؟ الرواية دي بقى لها أسبوع هنا، ومفروض تتسلم بكرة، وهي ما خلصتش حتى ثلاث أرباع بتاعتها، إيه القرف ده؟ معلش معلش ولا يهمك، أنا هتصرف، تعالي معايا. هنيتي بالراحة، واحدة واحدة. هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا بقالي اسبوع، يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه؟ معلش بس برضو انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني وترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي نبدا. بيقول لك مره اثنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مره واحد صعيدي تلاقي له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك عندك وملك ايديك، قلت له، قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا، قال له ايه ده، شوف لي طلب اسهل من كده شويه، قال له خلاص خلي لي كل الصعايده اللي بلدنا يفهموا، قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس. بيقول لك مره واحد صعيدي فين مات. مرة قنبلة وقعت عليها وعملت بول. لا مؤاخذة يا شو، اتأخرت عليك. ولا يهمك يا سي حسن. معلش يا شو، أنا مش هينفع أجي معاكي، عندي شغل ولازم أسافر. أيوة بس أنا كنت معلش يا مؤاخذة معانا، بس بقول لك إيه؟ خد الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليه معاك حتى لو انت جايز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا سي حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه اللي فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه، بس انا خايفه خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. بعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. توكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركبك حاجه، تعالي شوف. خلي بالك ها؟ طمني لما توصلي. بونجور. بونجور اكرم بيك. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه، شرف زياره حضرتك لينا، المره دي اتاخر قوي. ما يتهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا. ده مين ده اللي قدام شويه وهتبص ايده ورجليه؟ دي فتاة اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنان سكرة. صباح الفل يا ملوزع. صباح يا ابو علي. السلام عليكم يا اخ. ما تشوفش عزوز والنبي. يا حسن ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك، غير هدومك يلا، عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كاتر، اخرج انت. اخرج انا؟ يلا تعالى ننزل نشوف البحر، حبستك للنهار دي مش تنفعك. يا عم انا مبسوط بالحبسه، انا مبسوط بالحبسه، اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. اوه حسن خد. اقول لك ايه؟ ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب؟ كلوس وبت؟ بت مين عزوز؟ بت زي القمر يا حسن، دي عليها جوز عمور. ولا ضحكتها يا ابوي؟ ضحكتها حلوه قوي. حلوه قوي؟ لا ما شفتهاش، المره الجايه بقول لها. يوه هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يا
واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمه سعادتك. ذكرى مع الباشا حنان. تعالي معايا. آدم دنيا جديدة بتفتح لك يا نورس، بتقول لك عدي، تعبت كتير بقى وأنا الأوان ترتاح. لازم تتنقل نقلة تانية يا أخي، نقلة تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وأبوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. أبو علي أنت هنا؟ أيوة برضه. مش يا حبيبي. تسلم إيدك يا عم رضا. إزيك عامل إيه؟ عايز أسألك سؤال، إيه رأيك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميم الشربيني؟ ميم الشربيني طبعا، هو في زي ميم الشربيني؟ طب اقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على عروسه، ده بيخطبها على الهوا يابا. دنيا تقلي غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جول في كاس العالم بيزلنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالوا على الجول. يلا بينا. سعادة البيه، يا سعادة البيه. خير؟ حضرتك نسيت دول. خد يا ابني. ايوه باشا، مرنا كبير. كل سنة وانت طيب. ايوه 200 جنيه حتة واحدة، ربنا يخليك لينا يا كبير. استفتاحك زي العسل بإذن الله.
شكرا يا باشا، مع السلامة يا ريس، مع ألف سلامة. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع. الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل، فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك اعشقه. الو؟ ايوه. ايه يا دوك؟ ايه الاخبار؟ تمام. ماشي حاجة؟ انت مش نازل؟ انزل فين دلوقتي؟ الساعة 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعة 4 العصر؟ يا دوك الساعة 4 العصر وانا بكلمك الساعة 4 الفجر. انا من الناس اللي ما بتروحش في حتة الساعة 4 العصر. عايز تنام يا اخي. ده انت الغريب جدا. ايه ده؟ الو، ازيك يا علي؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني. قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى؟ عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي. قلقان يا دكتور قلقان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا قلقان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم قلقان من ايه؟ ما انا تكت الكنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور، بس انا مؤاخذه انا مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر. الصيف كله على ماده، لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي، دور سبتمبر دايما بياخد وقت، وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده، كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده. قول لي بقى، انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل؟ يا سلام، ده سيادتك تؤمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم، دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي. هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير؟ الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام، لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ يا باشمهندس محمود، احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي، يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته واللي انا رفضته. حضرتك انا ما عرفتش اسباب للرفض، وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه ما حدش وصل لها قبل كده، كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور ما فيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قبله، حتى حضرتك مع احترامي ليك اشتغلت بنفس الوسيله وما وصلتش لنتيجه. لو حساباتي كانت مظبوطه. لو حساباتك كانت مظبوطه، هو ده المصطلح. لو يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاويه تانية، يعني في النهايه هتوصل لنفس الحيطه السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم انا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربه. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم من الاول ازاي يكون معيد شاطر. طبعا. انت ناجح ناجح. لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بفكر في ايه؟
ما بفكرش في حاجه. يعني بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون سرحت في واحده؟ هو انا حسيت كده ودايما احساسي بيبقى صح. احساسك المره دي صح. هو انت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجه زي دي بحس انك بتقلب الموضوع تهريج وبتستقلب كلامي؟ لا مش كده. انت عايزه تحللي شخصيتي؟ لا اكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجه جت في بالي وقلت اقولها لك. يعني مش اي حاجه تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق، بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تتأسفيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكس. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه يا ساتر؟ انت يا بنت اللي معرفش اسمك. استني يا بنت، عايز اقول لك كلمتين. اني عبد المعطي شلش، ومن ساعه ما شفتك وانت على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني، قصدي يعني تليفيني، يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والخدمه الشريفه. هي قلتي ايه؟ انت سامعاني ولا انت مصنقه في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت يا بنت. ورد، عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ يقول بنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله. سرحانه في ايه؟ مفيش. بقول لك عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجه. تعالي تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مره بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الاحساس اللي انا حسيته لما كنت حته لحمه حمرا لما امك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك، بقيتي عندي اغلى من حسن ونادية. لما كنت صغططه قد كده كان طولك شبري، كنت دايما في كل صلاه ادعي واقول يا رب يا ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني ابدا. ايه ده؟ مالك يا قلب امك؟ ولا حاجه خالص مفيش، بس يعني حضنك كان وحشني. الكلام ده على امينه برضو؟ في ايه يا حبيبتي؟ اصلا حلمت حلم وحش قوي قوي اني مفزوعه من النوم. خير لما جعله خير. احكي لي يا ضنايا. حلمت ان انا في مركب في وسط البحر وحسن واقف على الشط التاني، بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ها كملي. كان واقف وانا عماله انده عليه انده عليه، بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه، يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب. عارفه يا ورد كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفه، يعني عين وصابتك. اه والله يوه ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفه يا ورد لما كنت انا ورشيدي مخطوبين لما كان يعدي عليا عشان يخرجني ما قلتليش هو على الإمة يدخل كده
طول وعرضه يا اختي. كل نسوان الحته قبل بناتها يتهبلوا عليه، وانا بقى كنت امشي جنبه وهو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوشوشني ما اقولكيش الدنيا هما فيها. احسه صوته، كنت بحس وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان حتة في كوم وانا في كوم تاني. تذكر جدته حين كانت تطلب منه العودة لأمه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب وأشتغل؟ من فضلك اديني فرصتي إن أوضع حد للمهزلة دي. هو ما يتكلمش ليه؟ أدم حضرتك بتساوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله. مهزلة. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، إزيك؟ ازيك يا دكتور؟ ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن، انت كنت موجود في مكتب الدكتور عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ لا يا دكتور، كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته او كان يعني. شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجلة العلمية ويكتبه باسمه. حسن، دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟ في حاجة؟ حسن، رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشنا قوي. تعال نشرب شاي. تعال اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار، اغسل لي كوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مالك يا حسن؟ والله وحشني يا حسن. وانت كمان عم محمود. الله يخليك. أنا عايز معلقة واحدة بس. ماشي. مالك؟ وفينك؟ الدنيا مش شغلة عن محمود، والشاي ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن ربه إلا ونسة الإنسان عن نفسه. بس أنا في دقيقة كبيرة أوي. النهاردة حصل لي موقف صعب جدا.
في رجل خير وبغرقني افضله عليا قد كده. انا النهارده شهدت عليه وحاسس ان انا وديته في 60 داهيه، مش عارف ده صح ولا غلط. شهاده حق يا حسن؟ حق طبعا عم محمود، امال ايه؟ طالما حق يبقى مفيش. بس بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي له ابطال عليك، مفيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليك. عندك حق يا عم محمود، بس انا خايف اخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات ان انا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه ولا على المنفعه اللي جايه من ورايا يا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده انا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوه اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وانا مش قادر ارجع للصفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف انه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلمه لنفسه ونجيت غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد، ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليتها حاجه غير الكلام، ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هيسووا بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما دي رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. خش اي حاجه. عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. الا قول لي يا عم سيد، هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا البت دي ما البلد خلفتها كلها يا بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هنا وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحه يا عم معطي وبتسال ايه بقى؟ اصل كنت عايز اقطم التفاحي. عليا انا يا ولد. ايه يا عم سيد انت يا واد يا جن، ياللي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها رصاصه دي. انت بتقول ايه يا ولد انت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبه اللي بتلعبها. حلو الشاي. عم سيد. يا عم سيد. اللي عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. البت فاطمه بنت مصلح الفتهاري. والختم الشريفه؟ البت القمر دي بنت مصلح المصدي؟ ايوه. ده راجل مسوي زي فاكهته. يا ولد تحس كده يا ولد؟ ان نط الشيطان يا ولد في عيلتهم. ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضيه ولا مشبوكه؟ على قد علمي كده يا ولد انها فاضيه. دي وانت مالك انت تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ انت حالتك انت يا عبد معطي عشان تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ خلاص يا عم سيد، خلي بقك حلو وكمل اللعبه. جاتك البلي. انت بتقول ايه يا والي؟ يا بسيوني يا بسيوني واد يا بسيوني. انا يا حسن، انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس. يعني بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا؟ تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الواطي كلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتك. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور، انا ما اقبلش الاهانه. مش حسن رشيد اللي ليش هتزور على حد. تمام تمام، ابعت لي الامن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجة لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكلية 7 سنين غير اللي قعدتهم برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات، ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للإهانة يبقى إيه. ليه يا دكتور وأنا عملت إيه عشان كل ده؟ الأفندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيه وما يخشش الكلية تاني. تعدي؟ هو أنا جيت جنبك يا دكتور؟ بره! واللي أنت عملته يليق بطالب محترم
يا فندم لو سمحت من غير إهانة، أنا ما عملتش حاجة وما كنتش أعرف محمود عايزني في إيه غير لما وصلت هناك. أنا كل اللي عملته شهدت باللي أنا شفته مش أكتر. شهادتك دي ما تخصناش، سواء كانت حقيقية أو زور. أنا اللي عايز يا فندم زور إيه؟ أنا شهدت شهادة حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده أفضله مغرقاني. ما تقاطعنيش وأنا بتكلم. قلت لك شهادتك دي ما تخصناش. أنت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت إيه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده أنا دوبك صوتي عالي عليه فجأة لقيت الأمن داخلين عليا في ثانية. يا فندم أنا ما عملتش حاجة، والله العظيم ما عملت حاجة. أنا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان أعرف أنا عملت إيه غلط. في شهود للواقعة دي شافوك وأنت بتتعدى عليه بالضرب. ده غير شهادة أمن الكلية اللي لولا تدخلهم كان من يا عالم بقى كنت هتعمل فيه إيه تاني؟ شهود مين وأمن إيه؟ أنا ما عملتش حاجة، ده أنا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكلية ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي بأي صورة من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنة 2007 وعلى مجلس التأديب الذي يجري مع الطالب في الفترة الخامسة. هلا 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 انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهاده بقى. لا ابدا يا مريض، بس عندي صداع فرع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوبور. ايوه انت متربي هنا، فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه. كان زمان بقى يا مريضه،